هنا في واحة الأحساء في الثمانينات الميلادية، نسج هذا الشاب أولى خطواته نحو عالم الفن. تفتح على الموسيقى في بيته الذي يضم أسرتين، أسرة والده وأسرة عمه الذي تعلم منه حب الفن. وحين شب عن الطوق ذهب إلى جمعية الثقافة والفنون بالأحساء ليتعلم العزف على العود، لكنه وجد نفسه يتعلم ويتعلق بالمسرح، فقدم على مسرح الجمعية مسرحيات بشخصيات متعددة، ومنها مسرحية صافي بعام 1995، وهي مسرحية مونودراما، وهذا النوع من المسرحيات يعتمد على قدرات الممثل الواحد كتجربة جديدة في مسرح الأحساء ليلفت النظر إلى قدراته الفنية. وفي العام نفسه في مملكة البحرين قدم مسرحية القربان، ومن خلالها تفتح على إمكانيات الممثل على يد المخرج عبد الله السعداوي. ولم يكتفي بالمسرح، بل ومن خلال نادي العدالة قدم أولى أعماله كتابة وأداء وإخراجا، فأبدع وآنس جمهور الأحساء بشغفه، ثم راح يعلم الآخرين التمثيل المسرحي. وبجانب المسرح تألق على شاشة التلفزيون عبر مسلسل خزنة. شلون ما له علاقة بموضوعي؟ له علاقة بموضوعي؟ لازم تشوف لي حل يا ابو طارق، انا ما عندي استعداد اصبر اكثر من كذي. الحل يا خليفه مثل ما قلت لك، انك تهدى اعصابك وتنتظر رجوع ابو سمير. ابراهيم الحساوي الذي اثارته فتنه الميكروفون حتى صدح صوته وترددت صورته في بيت كل مشاهد خليجي. اعطيته فرصه تدافع عن نفسه، كنت محتاج قسوتك في العالم كله عشان اسوي فيه اللي سويته. يجد متعته في الأدوار المعقدة وتجسيد الشخصيات الشريرة كونها مساحة لفرض الإبداع لديه. فها هو الشيخ عبد الملك في مسلسل أكون أو لا، الذي يستغل جهل أهل القرية لخدمة مصالحه الشخصية. معقول عاد هالناس اللي يتعبون من أجلنا يموتون من الجوع؟ معقول؟ لا حش طال عمرك، ما حد يرضاه. أنا أعلنها قدامك يا شيخ، احنا وكل مقتدر بالديرة بنساهم في اللي انت تبقيه. أنا ما أبي شيء لنفسي يا جماعة، أنا كل شيء أبي لكم أنتم. أبيكم تعيشون حياة كريمة وصحيحة، وأبيكم تودون بناتكم للمدارس وأنتم مطمئنين، والأهم أنكم تقابلون الله يوم القيامة وما عليكم ذنوب تدخل النار. وهنا يقف أمام سعد الفرج في توالي الليل ليقدم مشهداً استثنائياً نابضاً في مسيرته الفنية. وأيضاً من صور الأخ القاسي لسعاد عبد الله في أنا عندي نص. هذا كلام جديد، يوم زرتينا البيت ما قلتي هالكلام. لما يتكم البيت كم ضيفة، والضيف الخلوق لازم يكون محترم ومتحفظ. أنت من معلمش هالكلام؟ من معلمش المرادد؟ من مخربش على كبر هادي؟ وفي توق النجر الذي يجوب الصحراء بحثاً عن التائهين ويستأنس بقصائد وروائع الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن رحمه الله. سبحان من يعلم الغيب، لا شك قلب العبد دليله، كلها يومين وليله ومسالم ترجع والطفل يرجع. أما شاهين في الشهد المر منذ النظرة الأولى تجد الشر يتوهج في عينيه. أذاني جيت عند الباب وبخليه مفتوح يلسي. إبراهيم الحساوي الرجل الممسوس بالجمال والشعر والقارئ للفلسفة يسقط شخصيته في أعماله. الخبز، رائحة الخبز قد تقاوم النهار الصيفي الحار، وقد تقاوم تخلف أمين الريحان عن مواعيده معك وضياعه في متاحف أوروبا هذه، لكنك بالتأكيد لن تقاوم رائحة الخبز الحار. وحدها رائحة الخبز تذكرنا بالأمهات. يا إخوان خلونا من منظر البرجوازية التعيسة والعفنة، إحنا أنتم عن منظر البروليتاريا العظام، ماركس، أنجلس. ألم تطلعوا على الجدلية المادية؟ أينكم عن أدب وفنون الاشتراكية الواقعية؟ عام 2009
طرق الحساوي بوابة السينما من خلال فيلم عايش، معلنا عن مفهوم آخر للموت والحياة. لتتوالى نجاحاته في المسرح والسينما والتلفزيون متجاوزة 40 عاما نذرها للفن، فاستحق جائزة الأفلام في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية. ولو قلت لهم لا بتصرخين نفس الصرخة وبتطيحين نفس الطيحة. وبقي اسم الأحساء يراوده حتى جاء مشروعه الكبير خيوط المعازيب، الذي يوثق جانبا من شخصيته التي تأثرت بالأرض التي انطلق منها، وكتب من خلال هذا العمل فصلا هاما في كتاب الدراما الخليجية، وأصبح نافذة العالم إلى الأحساء. خيوط المعازيب الذي مثل إبراهيم الحساوي فيه شخصية العمر على مستوى الأثر كتابة وتمثيلا وإخراجا وإنتاجا، حيث تتقاطع شخصية جاسم مع جوانب متعددة ومختلفة في حياته الشخصية. قال باح العزة من الحبيب الجنوبي، شن العقل بالشف يا علي مجذوب، ولا كما طفل يتيم يحوبي من قلة الوالي ورا الباب مذبوب. يا علي خلوني وحدي ألوبي، لوب الحمام اللي على راسنا بنوب، غير الوصل ما شن يبرد لهوبي، وصلوا على المختار ما غرد النوب.